قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. الكثير منا يذهب إلى المسابح والمغاطس يعني، ولا ندري ما هي مخاطر هذه المسابح على صحتنا وصحة أطفالنا يعني. فماذا توصل العلم الحديث بهذا الخصوص وما أثره على الصحة العامة؟ نعم، هناك دراسات حول مشاكل التي يتعرض لها من يدمن على هذه أحواض السباحة العامة بخاصة يعني. وجدوا أن الماء ملوث بالبول بشكل دائم، فقاموا بدراسة على الذين يرتادون هذه الأماكن أحواض السباحة العامة. وجدوا شيء غريب، حتى أبطال السباحة الأبطال العالميين اعترفوا أنهم يتبولون في هذا الماء، وهو ماء راكد طبعا يعني. حتى إن الأجهزة التنقية الفلاتر المركبة في هذه المسابح لا تعمل بتلك الكفاءة التي تخلص الماء من البكتيريا، بعض أنواع البكتيريا والفيروسات. ما بيكتفوا ببعض الكلور اللي بيبقوا حاطينه في الماء، وهذا أيضا لا يزيل كل المشاكل، لأن هناك بكتيريا وفيروسات لا تتأثر وبالتالي تنتقل من شخص إلى آخر. المشكلة أن هذا البول مع عرق الإنسان يتعرق يفرز أيضا مواد العرق، إذا امتزج مع البول وإذا كان المسبح فيه مجموعة كبيرة من الناس فإنه يؤدي إلى تفاعلات تنتج مواد كيميائية خطيرة على الجلد. لذلك نجد بعض من يرتاد هذه الأحواض السباحة العامة يصاب بالتهابات جلدية ومنها خطيرة أحيانا، زي التلول تقريبا. نعم، وبالتالي فإن هذا العمل بدأوا ينتبهون له وبدأوا يضعون لافتات حتى في أرقى الأماكن العامة للسباحة، يضعون لافتات يعني يرجون الناس ألا يتبولوا في هذا الماء، لأنه ماء راكد ليس ماء بحر أو ماء يتبدل باستمرار مثل مياه الأنهار. فهذه المشاكل الخطيرة بدأوا ينتبهون لها وبدأوا يحذرون منها، وبالنتيجة إذا أردت السلامة التامة ينبغي أن تبتعد عن هذه الأحواض العامة، لأن هناك بكتيريا أحيانا يصاب بها الإنسان، بكتيريا جلدية، ويكتسب مناعة ذاتية لا تؤذيه. هناك أنواع من الفطور تعيش مع الإنسان ولا تؤذيه، لأن نظامه المناعي اكتسب مناعة ضدها لا تؤثر عليه. ولكن هذه البكتيريا والفطريات عندما تنتقل من شخص لآخر نظامه المناعي غير مهيأ للدفاع ضد هذه البكتيريا، فإنها تصيبه بمشاكل جلدية ومشاكل أخرى. سبحان الله. سبحان الله دكتور. دكتور، بما نصحنا نبينا الكريم وحذرنا بهذا الخصوص؟ نعم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب قبل 1400 سنة انتبه إلى هذه الظاهرة، حيث لم يكن هناك مجاهر ميكروسكوبات، لم يكن هناك وسائل علمية لمعرفة أضرار البول بالماء الراكد، ولم يكن هناك أي تقنيات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الله وقال في حقه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم بالماء الراكد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث ينهى الناس عن البول في الماء الراكد. لماذا؟ لأن هذا البول فيه مشاكل، وبخاصة إذا اختلط مع عرق الإنسان كما تقول الدراسة الأمريكية يشكل تركيبة كيميائية خطيرة على الجلد. فالآن دعني أتساءل معك، من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم؟ النبي كان يواجه الملحدين والمشركين والكفار
وكان منشغلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فما الذي يجعله يدخل في قضية علمية دقيقة وهي عدم البول أو مخاطر البول في الماء الراكد ليحذر منها وينهى عنها، ثم يأتي اليوم في القرن 21 من يشرف على أحواض السباحة العامة في أمريكا ليضعون لوحات أرجو عدم التبول في هذا الماء، ينهون عن ذلك وكأنه على علم بما سيحدث بعد 1400 عام صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مشكورة دكتور، بارك الله بكم ويجزاكم كل خير. شكرا جزيلا دكتور. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهوى.